واصلين مع بعضنا ديما في كوما جالكس اكسبريس اف ام لقطعنا مساعتين واربع دقائق ضيفنا وصل بحضينا تو سويت لا كروند انترفيو. لا كروند انترفيو. صدور الامر الرئاسي المتعلق بالنظامين الاساسيين للشركات الاهليه. لطفي بن عيسى الاستاذ الجامعي المختص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مرحبا بك. بك عايشك، شكرا على الاستضافه. شكرا لك، شكرا لك على الحضور مجددا، لان الموضوع هذا يحكينا فيه مرتين قبل، في كل مره فما جديد فيما يخص الشركات الاهليه نحكي حول الموضوع، نتفكر مليح وخنفكر حتى المستمعين. في البدايه كان فما رؤيه غير واضحه بالنسبه لي، قلت ما كانتش الرؤيه واضحه، بعد قلت فما تطور في الأفكار قاعد نشوف فيه بشوية بشوية، واليوم أزوز الأنظمة الأساسية لشركة الأهلية يصدروا. شنو اللي شفتهم بالضبط سيد لطفي؟ هو بالنسبة للأنظمة الأساسية هي جات ترجمة يعني اللي تفصيلية لما جاء في المراسيم، يعني في النظام الأساسي يعني وظيفته شنو هو؟ يدقق يعني بعض المسائل اللي وردت يعني في اللي هو الدجاء يعني المرسوم يعني فيه يعني تفاصيل يعني قرابه 100 فصل يعني ولكن النظام الاساسي هو باش يدقق مثلا الاجراءات فيما يتعلق ب يعني الاحكام العامه. دائما هو ثم سبع ابواب فيها كل نظام يعني اساسي يعني فيها سبع ابواب احكام عامه تتعلق ب يعني تحديد هذه يعني توصيف هذه الشركات والوظائف نتاعها. باب ثاني يتعلق بالاشتراك، كيفاش نشتركوا في هذه ونخرطوا في هذه نرجع في بعض يعني التفاصيل. قد فما المساهمين والمشتركين. والمشتركين بالضبط. كذلك يعني الجلسات العامه، وهذا يعني سيلو دروكوما يعني المجال الشركات التجاريه اللي تنص على يعني جلسه تاسيسيه بطبيعه الحال، ثم جلسات يعني عامه يعني عاديه، ثم جلسات يعني استثنائيه. حتى نشوفوا فهمتني خاصيه نتاع كل وحده. مجلس الاداره كيف كيف يعني ما ثماش يعني القانون العام يعني المجلس الاداره تركيبته فهمتني والوظائف نتاعو. الاحكام الماليه جات في بابين، يعني باب يتعلق بالضبط يعني النتيجه الصافيه فهمتني كيفاش يتم احتسابها، وباب ثاني يتعلق بتوزيع فهمتني الارباح، واخيرا يعني التصفيه يعني كل مؤسسه حل المؤسسه يعني المؤسسه شنو الشروط فهمتني اللي تستدعي تصفيتها، وكيف يعني نتعاطاها مع يعني المساهمات نتاع الشركاء. يعني فما امتي ديتاي ممكن باش نرجعوا نحكيوا ونحاولوا نلخصوا في كل باب، لكن فما امتي ديتاي الحقيقه ما نعرفش خاطر قانونيا كيفاش يطرح الموضوع. فما جمله جلبت انتباهي في الامر فيما يخص عمر المؤسسه 99، شو المقصود بالضبط سيد لطفي؟ ما فهمتش. يعني ثلاث اجيال تتداول. هل المؤسسات اعمار معناتها؟ اي بالطبيعه، يعني يعني القانون العام يعني يفرض ان في يعني قانون اساسي لاي مؤسسه كانت يعني تحدد العمر نتاعها بطبيعه الحال. ممكن يكون عمرها 200 سنه مثلا مؤسسه. يعني هو انتفاء المده هو شرط من شروط يعني حل مؤسسه. ذاك علاش لابد ان تحدي اللي كانت تفوت انت المده، يعني مثلا تقول انا المؤسسه هذه يعني باش يعني المده نتاعها نقولوا 20 سنه، هذا هو يعني باتفاق مع يعني مؤسسه ما لازمش تفوت 20 سنه. ما فاتت ال 20 سنه يعني المفروض حلت المؤسسه. هذه شرط من الشروط، يعني بطبيعه الحال جانب شروط اخرى يعني كان يعني تمر بصعوبات يعني ماليه تاكل راس مالها كما نقولوا فهمتني، ثم تنجم تكون اسباب قضائيه، ثم تنجم تكون يعني قامت ب ارتكبت جرائم فهمتني اقتصاديه، واضح تكون فهمتني سبب من يعني لحل المؤسسه. هذا كان خيار تحديد 99 سنه لعمر مؤسسه الشركات الاهليه، ولكن فهمتني يعني متاح لكل المؤسسين باش الشركه مهما كان سنفها باش يحدوا لها فهمتني العمر نتاعها. كيما نجم تعيش 500 سنه شركه شو بطبيعه الحال. يعني ايه 99 سنه نقولوا فهمتني هو راهو احنا في زمن صعيب شويه معناتها الشركات يعني الاسبيرونس دو في نتاعها فهمتني نحكي على الشركه التجاريه يعني اللي هي تحتكم يعني منطق السوق اليوم يعني الاستدامه معدل يعني
امل الحياه نتاعها يعني 3 5 سنوات الاقصى. واضح. باهي، قلنا عمليه تقريبا، حكيت على تفصيل الامر كيفاش كان، ما الذي جلب انتباهك اكثر من غيره من النقاط، وكان وضح شيء كان من وجهه نظرك غير واضح بالشكل الكافي؟ هو النظام الاساسي سواء تتعلق بالشركات المحليه او الجهويه، يعني الاكد بالنسبه لي شيء هو انه التقاطعات اللي يعني عيناهم في المرسوم في علاقه بمنظومه قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، تبين ذلك بوضوح، هذا تأكد خاصه في جانب المالي. ولكن هنا المالي فيه وجهين، في الجانب المالي فيما يتعلق ب يعني احتساب يعني كيفيه احتساب الحصيلة الصافية يعني الأرباح يعني أو الفواضل نتاع اللي تحصل عليها الشركة وكيفية التوزيع نتاعها يعني مع بعض الفروقات، هي نفسها وقانون يعني القانون الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، الفروق في أرقام مثلا هناك تتطابق كل فيما يتعلق بالاحتياطات الوجوبية يعني 15% إلى أن نوصلوا ل 50% من رأس المال. الفرق هو في أن نسبة التوظيف يعني من الربح فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والبيئية والاجتماعية، يعني المسؤولية الاجتماعية المؤسسة بصفة عامة. هذه من قانون نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ينص على يعني يسقفها، وهذه غريبه فهمتني، هذا اقر انه خطا كبير. علاش تسقفها؟ يعني ما عندهاش منطق اني تحب نعطي خناتي مجموعه هي تسقف، ولا خاصه 500 علاش نحب نعطي 10 فهمتني. في حين ان القانون شركه الاهليه يعني لا يسقف ولكن حدد 20%، يعني هذا يعني رفع في النسبة إلى حدود يعني 20 يعني في هذا تعتبره اللي هو شيء إيجابي مقارنة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. أنا بالنسبة لي هو تحسين فهمتني فيما يتعلق ب خاطر النقطة هذه يعني تم تداولها بشكل كبير بها، ويعني قلنا في أول فرصة نتاع تنقيح القانون باش نعدلوا بالنسبة هذه، وجاء سبق الشركات مرسوم الشركات الأهلية في المجال هذا. دونك الفرق الثالث في نسبة توزيع الأرباح، يعني القانون الاقتصادي الاجتماعي والتضامن ينص على 25%، يعني الشركات الأهلية تزيد 10 نقاط، وهذايا في النقاش مع يعني المعنيين، خاطر هنا ثم زوز نظريات، ثم النظرية يعني تقول لك ما ثماش ربحية، طالما أن الغاية هي اجتماعية، يعني اللي باش يجي يعني يسعى من أجل من ربح مهما كان يعني حجم الربح هذا، يعني من ناحية الأخلاقية فهمتني موش في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، ويخرج من بعض التضامن. وثم نظرية أخرى يقول لك أنت كان تحب تكسب يعني منخرطين في هذه المنظومة علي في النسبة يعني على الأقل فهمتني الثلث، وراه في النسخة الأصلية تاع القانون الاقتصادي الاجتماعي والتضامن تقدم بها الاتحاد عام توصل الشغل كان ينص على 35%، يعني ولكن تمت مراجعته نحو التخفيض في المجلس يعني يعني عند الحكومة، وتأكد ذلك يعني في المجلس أن يعني تم يعني تخفيض 25%. كيف دونك هذايا انا قاعده نحاول نحسب في النقاط اللي تشوف فيهم ايجابيين، هذايا تعتبرها ايضا نقطه ايجابيه لاستجلاب المساهمين يعني في المؤسسه. طالما هو المبدا شنو هو؟ يعني الربحيه المحدوده، بمعنى انه يلزم المؤسسه يعني توفر شروط يعني النجاح ويكون المردوديه نتاعها قويه باش يعني باش تربح، وباش تتمكن اولا يعني باش يعني تضمن يعني التوظيف الافضل فهمتني للنتائج نتاعها في المؤسسه، وكذلك يعني باش توزع فهمتني كذلك على المساهمين اللي على مستوى فردي يعني يحتاجوا باش يتفردوا فهمتني. بالنسبه لي مساله النسبه ماهيش محدده، يعني التعديل هو يعني بون هذاك
خاطر المسألة انطباعية، يقول لك أنا 25 و35% ربما فهمت أني نخمم ويزم التوحيد أنا يعني مش ما يكونش يعني مهم. معناتها تقصد التوحيد ما بين القانون الرئيسي اللي هو قانون الاجتماعي التضامني والشركات الأهلية، والشركات الأهلية لأنه سيضرب القانون، سيضرب المؤسسات الاقتصاد التضامني، مش يخلق يعني صارت واحد يعني كونكورونس، معناتها التنافس ماهوش يعني محمود. وهذا مطروح حتى على مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هي منخرطه اليوم في منظومه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولا القوانين الاساسيه نتاعها ما زالت ما تحينتش، ومطلوب منها انها يعني تنسجم مع يعني الاطار المرجع اللي هو القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اللي ينص على 25%. ربما اذا كان يصير اتفاق باش يعني نرفعه الى 35% نرفعه. وبالنسبه للشركات الاهليه غدوه اذا كان تدخل في منظومه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهذا هو الهدف اللي يسعى ليه انا شخصيا، بطبيعه الحال يلزمها فهمتني سواء اذا كان بقينا على 25% يعني تنسجم مع 25%، ولا ربما يتم يعني الاصطفاف من وراء الشركات الاهليه فيما يتعلق بها النسبه هذه ونرفعوا في 5 إلى 35%. هذه ما تنجمش تكون فما رساله من وراء التغييرات اللي كنت تحكي عليها، سواء كانت ما يخص الارباح او مختلف بعض النقاط الاخرى حتى باش نكملوا نحكيوا عليها، ممكن يكون فما رساله من وراء انه ممكن سيتم التخلي عن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لا انا ما نحبتش يعني، ولو انه ينبه من مخاطر من هذه المنزلقات، لانه ربما في مزاج البعض يعني انه يتصوروا كون الشركات الاهليه هي يعني بديل تنموي للسياسات العموميه بما في ذلك يعني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا فهمتني خطا. هو يعني جال قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالكشف، معناها انت تو كنت تحكي عن نقائص وانت اثرت، معناها حكيت على اعجابك بالنقاط هذوما وقلت نقاط ايجابيه، معناها يعني الناس اللي خدمت القانون هذا مشيت للقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وثبتت فيه مليح واكتشفت النقائص نتاعو وحطت معناها وصلحت النقائص هذاك في الشركات الاهليه. يعني الفكره مطروحه. يعني انا نستغرب كي انت تحكي على منافسه، هو معناها هو القانون مش لا. انا اي لا معناها هناك بالنسبه للبعض هناك من يسوق لهذه الشركات كنقاط قوة ومعوضة معناتها من الأول من في حين أنا بالنسبة لي ما تنجمش تكون منافسة، هي جزء من منظومة الاقتصاد الاجتماعي. أنت سمعت مرة رئيس الجمهورية يحكي على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ سمعته مرة لا. في أي تصريح؟ باهي دونك أنت عندك قانون محطوط ما خرجتلوش الأوامر الترتيبية نتاعو، رغم اللي هو عنده أهمية كبيرة في الظرف هذا وفي الفلاحة وفي كذا، جاء طلع لك قانون جديد. يعني أنت كي تجي تشوف مثلا المرسوم اللي أعلن عليه في 20 مارس نوعا ما، شوف معناها الخلفية نتاعو، جاء مثلا تحدث على طاهر الحداد وحكى على النصوص وحكى دونك في محاولة لإحياء التعاضديات. يعني اليوم كي سايب القانون هذاك ويمشي يشوف في النقائص نتاعو ويصلحهم في قانون الشركات الأهلية، دونك لهنا من غير ما نحكيو على هناك من يسوق، هذا واضح الحكاية. انه كشخص كي تسأل رأي ما نتصورش، هذاك انطباعك انت، لا انطباع شخصي، ما نتصورش باش تطلع على الأول. هو مجرد استنتاج، لانه تشوف الامور نظريا كيفاش قاعده تصير، وانت توا بعظمه لسانك كنت تقول في العمليه الاصلاح اللي صارت من خلال الزوز قوانين الزوز الانظمه الاساسيه للشركات الاهليه اللي هي تصلح ما كان فيه اشكال في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علما وانه الجهات الرسميه الحاليه سواء كرئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه لا يتحدثون تقريبا عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وحتى ننسب الامور انا عندي يعني بطبيعه الحال بعض المخاوف انه سياسيا يتم تعطيل مسار يعني تركيز يعني مقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدءا بتفعيل يعني تعطيل الاوامر التطبيقيه، وهذا واقع عندنا عامين تويكا بالضبط ما خرج حتى يعني نص ترتيبي، في حين انه الشركات الاهليه شركات بسرعه برقيه تكونت البارح القوانين الانظمه السياسيه نتاعها الاساسيه نتاعها اللي خرجت اليوم. هنا ثم يعني سرعتين على الاقل. علاش نقول سرعتين؟ على خاطر في نفس الوقت حاليا وانا غدوه عندي اجتماع في وزاره
الاقتصاد والتخطيط. لاستئناف أشغال لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هي تكونت في إطار يعني مجموعة من لجان لإعداد المخطط الثلاثي القادم للتنمية بالنسبة لتونس. وخدمنا لمدة شهرين انقطع يعني قبل العيد يعني علقنا الأشغال ونستأنف هذه الأشغال غدا. إذن هذه رسالة أنه يعني الحكومة لم تتخلى على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمنظومة وك يعني رافد من الروافد تمتني التنمية. هذا يعني واضح، هذا بالنسبة لي وأنا منخرط فيه ممثل الاتحاد العام لتنظيم الشغل في هذه اللجنة، وأني قايمين بعمل جدي وقمنا بتقييم ما أنجز من خلال المخطط السابق واللي تم اللي انجازه على مستوى قانوني، وكذلك العديد من الآليات اللي يعني تركزت بفضل يعني التدخل كذلك الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المجتمع المدني بصفه خاصه. بالنسبه للأوامر التطبيقيه، وهذا هو فهمتني الاشكال اليوم، لانه اليوم العنوان يعني نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو وزاره التشغيل. وزير التشغيل مطالب انه يعني يخرج للرأي العام ويقول هاي روزنامة يعني تفعيل يعني القانون الاقتصادي الاجتماعي. انت ذويك اثرت نقطة مهمة على خاطر فما فرق ما بين العمل على وزارة التشغيل ووزارة الاقتصاد، وانتم لجنتكم في وزارة الاقتصاد. انا اطالب الحكومة يعني شيء من التماسك في الأداء متاعها ما بين يعني تعرف في بعض الملفات الرئيس يحكي في حاجة والحكومة تحكي في حاجة. صحيح، تعرف صحيح. يعني مادام الرئيس ما تحدثش على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لليوم معناها ما تنجمش تاخذ ضمانة. يعني لا بروف اللي كنت تحكي فيه تو تعمل في اجتماع مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنا وزير التشغيل ما يعطيكش حتى روزنامة. بقطع النظر عن يعني الرئيس، خلينا في مجال الحكومة، لأنه يعني الأوامر هي يعني مش حكومية باش تحضرها فهمتني الحكومة. احنا شفت القانون الأساسي نتاع الشركات الأهلية، الأنظمة الأساسية نتاع الشركات التجارية اللي هي باش تتحول إلى يعني شركات اقتصاد اجتماعي وتضامني جاهز منذ أكثر من سنة وموجود في مكاتب عند مصالح وزير التشغيل ولم يتم نشره. يعني وقت نقول يعني اليوم وزير التشغيل مطالب باش على الاقل يعني الاوامر الجاهزه فهمتني خرجها. ولكن سي لطفي زاد وزير التشغيل راهو يشتغل ضمن حكومه، يعني في نهايه المطاف هذه زاد تجي باستشاره وقرار حكومي في نهايه المطاف. الحكومه يعني رئيستها هكا ولا بالضبط، وحسب الاصداء اللي عندي هو رئيسه الحكومه يعني حريصه باش يعني يتم تفعيل أوامر التطبيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أقرب وقت. هذا أصداء واضح، ما سمعتهاش مباشرة، هذا فهمتني أصداء. ولكن ديما أنا نحاول نكون فهمتني إيجابي، ولكن أنا في نفس الوقت أني أخطأت. واضح. باهي، خلينا نرجع معاك بسرعة للأنظمة اللي نحكيو عليها اليوم، وهو بشكل مباشر وغير مباشر بالحق نحسوا اللي فما منافسة كبيرة اليوم بين الاثنين، على خاطر تشوف شنو الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه اليوم بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركات الأهلي. فما نقطة أخرى مهمة برشا اللي هي في علاقة وتسأل بشكل كبير وتطرح اليوم في الأنظمة الأساسية، اللي هي من هو المشترك ومن هو المساهم. سيد لطفي، بالضبط، هو دوم المؤسس يعني هو المرحلة الأولى هي التأسيس. المؤسس هو مجموعة من المواطنين اللي اتفقوا يعني باش اقتنعوا بمرسوم الاقتصاد الشركات غير ما تشعر بالضبط، ويعني أعدوا يعني مشروع، والمشروع هذا يعني بطبيعة الحال يعني بمقتضى فهمتني ما ينص عليه القانون فهمتني المرسوم الذي يعني أحدث هذه الشركات الأهلية والنظام فهمتني الأساسي له النموذجي يعني له. هل المؤسسين هذوما باش يعدوا يعني عقد تأسيسي
اللي عددهم لا يقل عن 50 شخص سيد. لا هذوما المؤسسين يجب يكون فهمتني خمسة ستة ثلاثة نحن ثلاثة نجموا فهمتني نتفقوا فهمتني شركة أهلية باش نأسسوا يعني احنا مؤسسين يعني باش نهيئوا قيام الشركة دونك باش نحضروا يعني هذا العقد يعني التأسيسي اللي هو في ملخص يعني للقانون الأساسي نتاع للنظام الأساسي نتاع الشركة يعني فيها الرأس مال نشاط المؤسسة نشاط المؤسسة العمر نتاعها المقر نتاعها يعني المعطيات هذه كلها وفي نفس الوقت يعني هل الفريق هذا المؤسس يعني بطبيعة الحال العقد هذا فهمتني باش يتم التوجه به للمنخرطين المحتملين من خلال دعوتهم للانخراط في هذه الشركة ويتوجهوا سواء مقر المعتمدية أو مقر البلدية يعني ينشروا بيان اللي فيه يعني هل الملخص يعني المتعلق يعني ببعث المؤسسة يعني هذه بيان يعني مختزل فيه يعني أهم العناصر تتعلق بالمشروع هذا يعني الغرض نتاعه وكسترا أهدافه وكذا الرأس مال نتاعه وكسترا والدعوة للمنخرطين يعني محتملين من باش يريد باش الانخراط او يساهم معنا وهناك سجل نتاع انخراطات وقت اللي المنخرطين يوصل عدد نتاعهم 50 وقتها الهيئه المؤقته هذه التاسيسيه المؤسسين يدعيوا الى جلسه عامه تاسيسيه اللي من خلالها باش تتم المصادقه على النظام الاساسي يعني انه الى حد الان هو مشروع الى حد الان قاعد تحكينا على المؤسسين على المساهمين اللي هما المشتركين المنخرطين المؤسسين هو من بعد ما عادش المؤسسين باش يوليو فهم ثاني باش يدخلوا في هاد لا ديستانكسيون هذه المجموعه كيف تاسس ثاني الشركه يعني هاد ديستانكسيون هذه باش تذوب باعتبار ينجم المؤسس يعني كما يكون مسؤوليه يعني يولي هو عضو فهمت في مجلس الاداره مثلا ولا ينجم يعني يعني يولي كما سائر فهمتني المنخرطين عنده حقوق وعنده واجبات عنده واجبات وكونه يلزم يكتتب فهمتني ويحرر فهمتني المساهمه نتاعو في اجال فهمتني معينه وعنده فهمتني حقوق اللي هي اساسا حق الترشح فهمتني المسؤوليات يعني داخل المؤسسه هذه هذه يعني بصفه عامه اي في نفس الوقت الشركه يعني الاهليه باش تتوجه توجهت للمواطنين يعني عند التأسيس يعني في مسار التأسيس يعني باش تدعوهم يعني للانخراط حتى يكتمل يعني الحد الأدنى لتأسيس هذه الشركة هو وجست عندي ملاحظة معناتها اليوم النجم أنا كما قلت أنا وياك وعبد السلام نحن مؤسسين نمشي ونقدموا البيان نتاعنا هذيا نهزوه حاضر في كل التفاصيل المؤسسة نجموا زاد نجيبوا 50 نعرفوهم نقول لهم تفضلوا راه وهما هما منفتحين على المشروع يجوا ينخرطوا بالوقت وكا وانتهى الموضوع هو يعني الشركات الأهلية قائمة على القرب دونك يعني إذا كان ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة اتفقوا باش يعني أسوء أكيد أنه هما ربما مجموعة يعني جاهزة المحيط يعني العائلي بركة يكفي باش يعني exactly. يعني العدد هذا فهمت يوصلوه ربما فهمت حتى نشوفوا في بعض في الآليات من بعد ثم مطلب يتوجه يعني من مؤسسين لي يعني السلط للسلطة العمومية يعني لطلب شيئين أولا تمويل العمومي اللي هو وهو جزء من العملية نص عليه القانون المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ويعني اللي هو باش التمويل هذا باش يتم بصفة غير مباشرة عن طريق الجماعات المحلية سواء بلديات ولا غدو الجهات ولا أقاليم المرسوم يعني متعلق بالصلح الجزائي يعني ينص على نسبة 20% من المداخيل نتاع الأموال هذه ترصد لفائدة الجماعات المحلية ودونك يتم التوجه للجنة يعني اللي هي
مكلفة محليا بمتابعة تنفيذ الصلح الجزائي باش يعني ترصد الأموال هذه للمؤسسة. في نفس الوقت المؤسسة دي تنجم تتوجه للسلطة العمومية إذا كان تحتاج فيما يتعلق بالنشاط نتاعها لتجهيزات لعقارات تنجم توفرها سواء البلدية أو الجهة، تنجم فهمتني وهذا معمول به في مجال يعني الاقتصاد الاجتماعي والتضامن فيما يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية. هذه نقطة أخرى نتاع التشابه ما بين الاثنين. التطابق يعني كبير جدا. أنت حكيت على الآليات قلت من بكري، باش نرجع نحب نشوف كيف يمكن تطبيق هذا، وأنت حكيت على نقطة مهمة جدا، حكيت على مساهمة الدولة. هل الدولة الإمكانيات اليوم للمساهمة في مؤسسات في حال ما غدوة ينطلق العمل بالمؤسسات هذه تصبح عندك عشرات آلاف المطالب معناتها لي متخيلوا لي بعث مؤسسات من النوع هذايا، وبالتالي يجب على الدولة أن تساهم. أنا نشوف هذه هي نقطة الضعف. نرجع لها